لما النتيجة تطلع وتجيب ملحق. ما تنجز بقى يا ابني، بقالك ساعة بتجيب النتيجة. خلاص اهو يا بابا قربت، ظهرت. ها جبت كام؟ الموبايل هنج وما عرفتش اجيبها. طب ولكن هرن على المستر بتاعك اساله جبت كام. لا لا بس اسكت انت. الو ازي حضرتك يا مستر؟ الحمد لله تمام، مؤمر يا حاج. كنت عاوز اعرف بس النتيجه بتاعت يوسف ابني جاب كام. انا الكشف قدام اهو يا حاج، وابنك نجح في كل المواد ما عدا ماده واحده بس امتحانها في السمر كورس. ماشي شكرا يا مستر. في حد بيرن الجرس، افتح باب التلاجه اشوف مين وجاي. خد بس هنا الف الف مبروك يا حبيبي. الله يبارك فيك يا بابا. بس قول لي ايه حوار الماده اللي امتحانها في الصحه الكورس دي؟ لا مفيش ابدا يا بابا، المستر ده بيحبني جدا فخاف عليا من الساعه والبرد وقال لي تعالى امتحن في الصيف احسن. عشان يكون الجو كويس وكده. والله كتر خير المستر ده. ابنك كذاب يا حاج، ابنك جايب ملحق في ماده الرياضه يا حاج.